الآن ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية. فالأولمبياد الخاص الفلسطيني مساحة كشفت الستار عن الإبداعات الرياضية لدى ذوي الإعاقة في فلسطين من خلال تدريبهم على رياضات مختلفة بحسب الحالة الصحية لكل منهم، ما فتح الباب أمامهم للمشاركة في مسابقات محلية وعالمية. اليوم يستعد الأولمبياد للمشاركة في الألعاب الصيفية التي تقوم في دولة الإمارات العربية منتصف الشهر الحالي. من تابع. بمكنون ميزهم عن غيرهم، وجدوا هنا فضاء خرجوا من خلاله للعالم. هم أصحاب الهمم، أصحاب قدرات خاصة جعلتهم يبصرون العالم بشكل آخر. كل ما في الحكاية أنهم احتاجوا لمن يفهمهم ويمد لهم يد العون. فلسطينيون من ذوي الإعاقة ممن أبدعوا في المجال الرياضي على المستوى المحلي والعالمي، فشكلوا العماد الرئيسي للأولمبياد الخاص الفلسطيني الذي يهتم بتدريبهم على مختلف الرياضات. يستعدون في هذا العام للمشاركة في الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص في الإمارات العربية المتحدة، والتي ستقام في أبوظبي يوم 14 من آذار الحالي. الهدف الأساسي للأولمبياد الخاص مساعدة الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية بدمجهم بالمجتمع وتطوير قدراتهم وإثبات أنفسهم من خلال الأنشطة الرياضية والمنافسة. شاركنا في أول مرة كانت في أمريكا في لوس أنجلوس سنة 99، بعدها شاركنا في كوريا الجنوبية، بعدها شاركنا كمان مرة في أمريكا كمان مرة، وهاي المشاركة راح تكون في الألعاب العالمية في أبوظبي. طبعا احنا مستعد لهي البطوله من السنه الماضيه بعد عودتنا من ابو ظبي، حققنا هناك 27 ميداليه بين ذهبيه وفضيه وبرونزيه. الاستعدادات بلشنا فيها من شهر 4 وللان مستمرين، وكان عندنا تجمع في مركز الشهيد صلاح خلف التابع لمجلس اعلى الشباب والرياضه الذي يرعى هذا البرنامج. تجمعنا لمده 3 ايام تدريبات كانت لجميع الألعاب اللي راح نشارك فيها، اللي هي كرة الطاولة والبوتشي والسباحة والدراجات الهوائية وباقي الألعاب. العامل النفسي يعتبر العلاج الأول والأهم في التعامل مع اللاعبين، وهو ما يركز عليه المدربون خلال فترات التدريب بما يتناسب مع وضع اللاعبين الصحي. ولكن وبعد فترة زمنية متواصلة من التدريب، سترى طاقة في عيون هؤلاء اللاعبين تبرهن بأنه لا إعاقة مع الإرادة. أهم شيء في التدريب العمل النفسي. إذا كان الطالب مرتاح نفسيا في اللعب هو ومدربه رح ينجز، ورح يفاجئكم بشغلات كتير يعني ما هي مش بالحسبان. بالتالي أهم تركيز إحنا من ناحيتنا على العنصر النفسي قبل أي تدريب تاني. ما بهمنا يمسك الركض صح أو يلعب صح، إذا نفسيته كانت تعبانة مش رح يلعب صح، لأنه بتعرفوا هدول بدهم دعم نفسي أكثر من إنه تعليمات وقوانين وشغلات من هذا النوع. أصحاب الهمم هم ناس مختلفين زي ما إحنا مختلفين، إلهم قدرات إلهم مواهب. طبعاً إحنا بنكتشف هاي المواهب وهاي القدرات من خلال تعاملنا معهم، إنه قادر يمسك ركت، حابب موهبة التنس، حابب لعبة تانية زي البوتشي، حابب لعبة الألعاب القوى. طبعاً إحنا بنوجهه للعبة المناسبة لإله، بالتالي بننميها ضمن قوانين معينة، تدريب معين. اسمي فراس ابراهيم عرب الكني، بلعب تنس طاولة وانا صغير. بدي انتمى للهلال الاحمر الفلسطيني وبلعب تنس طاولة، ان شاء الله لاخذها النسبة الذهبية ان شاء الله رب العالمين، ميدالي الذهبي ان شاء الله من ابو ظبي. الاولمبياد الخاص الفلسطيني تأسس عام 95 ويضم اليوم اكثر من 5000 لاعب ولاعبة وما يقارب 220 مدربا. مشاركتهم في الألعاب الصيفية في أبوظبي هذا العام تعتبر السادسة في تاريخ المشاركات العالمية،
التي كان آخرها مشاركة 10 لاعبين في الأولمبياد المنعقد في الولايات المتحدة بلوس أنجلوس عام 2015. تلك المشاركة التي توجت بحصد 14 ميدالية مختلفة. لرؤيا من مدينة نابلس المحتلة، محمد حسين.